بغى المجلس البلدي يدير له حل ويدير له طريقه باش يخدم مقنن، يعني سهل بامكانه ما يدير واحد 100 رقم ولا 100 عدد ولا شي رمز ويوزعوه يجمعوا دوك صحاب المينيبيسات يعطيوه ليهم اللي يخدموا معنا وسط المدينه ويعطيهم الخطوط ديالهم يكون داكشي مقنن. ولكن المجلس البلدي وغير الفوضى داكشي علاش القنيطرة مابقاش بحال هكا متابعه. عاود يقول لك عاوجاني ما تيبغيوش يديو المسافات الطويله حيت شي طاكسي كبير عنده كل واحد عنده ديبار ديالو من حقه يخدموا. اللي تيخدم مسافه طويله من مثلا من لابلاج للساحه راه تيخدم الساحه كاين في المحطه ماشي يكون لا امن لا والو تيكون التهرس ديال الطوموبيل باش نتحملو. ولكن دابا زادنا داكشي بزاف طال فهمتي، وباخص المده دابا ما كاينش الطوبيسات يعني زدناش قصحنا بزاف. واش خدمنا في كورونا الاولى بثلاثه البلايص استحملناها علاش؟ حيت ما كانوش المواطنين بزاف، كنتي تتسنى على ثلاثه البلايص كنتي تقدر تجلس حتى لساعه نص ساعه د المكانه د لاشارج. اما دابا بنادم محرك بنادم خارج عاطينا ل 11 ديال الليل تيبقى بنادم تيجي كثر ل 11 لا ربع ولا عاد تيجي يبغي يمشي بحاله ما تيجيش مع ال 10 ولا ال 10 ونص ولا 9 مع غدا. وغدا هو دابا ما عادش بدل الوقت عاوجاني. شوف عاوجاني غدا مع 9 خرجي للشارع وغتشوفي السيركيلاسيون كيفاش تولي وشو الزحام اللي يولي. راه داك الوقت هو اللي خلق لنا الزحام، هو اللي خلق لنا المشكل. ما يكون لا شبع ولا وكا واخا شويه الوقت راه بنادم راه سي نورمال توصل لواحد الوقيته تيدخل في حاله لدارو اللي بوليداتو هذا لا تجاوز ال 11 ولا هذا يدخل بحالو لدارو. شكون تيبقى بالليل؟ هذوك صحاب الليل قلال. واش واحد بوليداتو اختي يبقى بالليل خارج الليل خارج للزنقه حتى 3 الصباح؟ راه ما يتنيش اختي حيت انا باش نولي مواطن. دابا انا سائق وغد لي نولي مواطن انا نقدر ناخذ داك الطاكسي. واش فهمتي ولا لا؟ انا براسي ما بغيتش ديك 13 درهم ولا 15 درهم باش نمشي باش نخدم انايا من المدينه للبحر. علينا لا تامين معقل على ضرائب لا حتى شي حاجه. تامين تخلص هو الضريبه تخلصها فوقشها مول المأذونيه بغى فلوسه فوقش. ما تيجي واحد سكران تيجي واحد مقرقب تيجي واحد ما كاينش في الوعي ديالو تيبدا تخسر الهضره تيترفع الاذان وبنادم ما كاينش هنا نيبال ما تيراعيش دوك الشروط. واش كانت محطه لتحت ما نقول لك دابا السلاوي مدينه القنيطره ما كنمنعهمش على الشهر. الا هبطتي دابا المحطه غتلقى على السلاويين والرباطيين هما اللي كيشاركوا. يعني ما عندكمش معاهم شي مشاكل؟ ما عندناش الحمد لله. مرحبا بهم ما عندنا حتى شي مشكل. قلت لك المحطه ديال المهديه ما منظماش كتدخل الطاكسي كيدخل المحطه ديال المهديه بحال اللي داخل شي سوق ما كتعرفش مع من تلاقى. حنا كنبقاو نقلبوا بجهد الامكان نقلب على عائله نهزها احسن ما نهز داك الناس حيت الناس ديال الطوبيس بوحدهم والناس اللي كيبغيو الطاكسي راه معروفين. اذا هنا شنو كاين؟ كانت السلطه كاين الناس عاوتاني بغات السلطه التنظيميه تقوم بواحد التنظيم في المحطه كره دير واحد لي باريير الناس ديال المهدي الناس ديال الساحه الناس ديال ولاد وجيه الناس ديال سميتو ديال المصب او القصبه بوحدهم بحال اللي كان شحال هادي كنا هادشي منظمين بوحدنا. حنا زايدين لقدام وهي الامور كتولي كتولي من الفوق حتى الحضيض. كي ديالي دخلت انا المحطه ديال الطاكسيات ديال المهديه طلعت المراه وجوج وليدات ديالها تخلصت 3 ديال البلايص. شويه بقيت غادي في الطريق فلحقت البراج حتى البوليس وقفوني. علاش وقفوني؟ الله اعلم. شنو كاين؟ قال لك عندك بلاصه زايده. فين هما؟ في المرايه لوتريفيزور كنشوف غير المراه وجوج الوليدات. اذا بيا كنتفاجئ بولد عنده 13 عام مراهق مشبوح للور في الطاكسي دايرين بحال داك الشكل ديال الحراقه. كيفاش ما شفتيش؟ ما نشوفوش. انا ما يمكنليش ننزل من الفوله حيت الا نزلت من الفوله غيمشي للصرف غيمشي للتليفون غيمشي بزاف ديال الحوايج. تماك غفل عينك طارت ما كاينش تنظيم. ولكن كنظر عندك المنايا هو نعس في الكوسه اللور انسان مراهق فاش ضبطتو قال لي اودي انا عمي ما عنديش الفلوس وخفت كنقول لك ديني معاك، قال لي خفت لا تندير، اللهم ريسكيت. يلاه البوليس كيقول لي عطيني الوراق وداك الشيء، ما اذا بيا بحال هكا لقيتو فرنجات الهرب، اش غادي ندير؟ دخلوني الفوريان، شنو الذنب انا في داك الشيء؟ انت درتي خير في الخط. سوء التنظيم، كون كان التنظيم ما يطلعليش داك الولد، غيمشيو 6 ب 3 ب 3، ولكن سوء التنظيم ما كاينش. انا مشيت ضحيه لذاك الفوريان، علاش؟ نخلص بلاصه ب 40000 فرانك، نخلص 3000 ريال ديال ديباناج، نخلص يومين ديال الفوريان، علاش؟ شنو ذنبي انا؟ قد تم الاتفاق مع السلطه المخوله النقل بالنسبه لسياره اجره انطلاقه القنيطره باش نخدموا ب5 المقاعد في الاتجاهات خاصه بالاقليم، يعني ما يتعلق بسوق اربعاء الغرب في اتجاه سوق اربعاء الغرب انطلاقا من مدينه القنيطره، في اتجاه مولاي بوسلهام، في اتجاه سيدي علال التازي، في اتجاه سوق حدولات جلول، وبالنسبه لداخل المدينه وسط المدينه 5 مقاعد. اما بالنسبه وسيكون ان شاء الله وكان هناك تطمينات بان ستفتح على صعيد الخطوط الكامل يعني في جميع الاتجاهات ان شاء الله مستقبلا، نتوخاو كذلك باش يكون هذا المبتغى يتحقق لنا ان شاء الله. وهذا هو اللي كاين بالنسبه للاثمنه خارج مدينه القنيطره. خارج مثلا في اتجاه مولاي بوسلهام عندي نشوفوا السومه هو انه مثلا تنشوف 300 درهم في اتجاه، بالنسبه للكورسه 300 درهم تقسم على 5 المقاعد، يعني عتولي غنبقاو نمشيو 5 المقاعد غيخلصوا 60 درهم، يعني 1200 درهم كيلومتر. وبالنسبه لداخل مدينه القنيطره؟ داخل المدينه 5 دراهم. 5 دراهم من المدينه للمهديه؟ لا، بالنسبه للمهديه من المدينه المهديه 7 دراهم. 7 دراهم. وداخل المدينه؟ داخل المدينه المسافات القصيره 5 دراهم. 5 دراهم. عن نقابه ديال السياره القدره الكبيره مدينه القنيطره، كيف قلنا للاخوان انه المعتصم اللي كان امام مدينه القنيطره اللي طيله يومين وحنا واقفين، اللي شفنا فيها كل ما الاشكال ديال التعب والسهر والشمس، والاخوان ديال سياره الاجره واحد 600 طاكسي كلها كانت واقفه هنايا. الحمد لله بعد التعب ديال اليومين اننا استطعنا الحمد لله وشكرا بعد تدخلات ووساطات مشكورين ديال سيدي الباشا وباقي نيات شخصيات اخرى ديال مدينه القنيطره اللي كتسعى للخير في هذه المدينه. فتم اتفاق انه بعد التماس ديال السيد العامل اننا غادي يمكن الرفع ديال العدد ديال المقاعد ديال سياره الاجره الكبيره مدينه القنيطره الى 5 مقاعد اقليميه ان شاء الله وداخل المدينه، وبعد ذلك انها يمكن انها توسع الى الاقليم ديال مدينه القنيطره كباقي المدن، لانه هذه ماشي سابقه في المغرب ولكن باقي المدن، لان 4 مدن في المغرب كامل اقاليم ديال المملكه كلهم كاين 4 مدن اللي بينهم مدينه القنيطره، هما اللي مازال انهم كانوا دايرين لنا هذاك الساطور ديال اللي هز اكثر من 3 انهم يديو، وبالتالي المواطن اللي مسكين انه كان هو اللي اننا معاه في الواجهه وفي المواجهه وفي البارشوك، للاسف ان حنايا وهو المواطن البسيط حنا اللي كنا كناكلوا اكثر الفاتوره الكبيره كنخلصوها حنايا. الحمد لله كما قلت انه مره اخرى انني كنشكر عبركم ان كل المنابر الصحفيه اللي ساندتنا في هذه الوقفه، مشكورين جميعا الساده الصحفيين وكل الساده اللي دخلوا وكل النيات الحسنه اللي دخلوا لدى السلطات المحليه باش يمكننا اننا نحلوا هذه الاشكاليه ديال الكيلومتر ديال النقل، لانه هاد 3 البلايص ما يمكنش غير ممكن انها ممكن تنزلها على ارض الواقع، لان المواطن البسيط راه مهلوك، ما فينا ما نزيدو ما كنهلكوه حنا كذلك.